اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مشاهدينا الكرام ورحمة الله وبركاته، معكم في برنامجكم نهج البلاغة. كتب الإمام علي عليه السلام إلى عامله مالك الأشتر النخعي رضوان الله عليه لما ولاه مصر. الإمام بأبي وأمي يقول لمالك: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق وأعمها في العدل وأجمعها لرضا الرعية، فإن السخط العام يجحف برضا الخاصة، وإن السخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء وأقل معونة له في البلاء، وأكره للإنصاف وأسأل بالإلحاف، وأقل شكرا عند الإعطاء وأبطأ عذرا عند المنع، وأضعف صبرا عند ملمات الدهر من أهل الخاصة. وإنما عمود الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم. لابد من أمرين يكونا للوالي، يعني لكل وال خاصة وعامة لا بد منهما. العامة من الأمة الشعب الرعية، الخاصة اللي هم البطانة الأقرباء الحاشية، سمي ما شئت. الإمام سلام الله عليه قبل ما يذكر العامة والخاصة، الإمام يقول لمالك: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق. شنو يعني؟ يعني عند الإعطاء اجتنب يا مالك الإفراط والتفريط، لا تعطي كثيرا ولا تعطي قليلا، أي اعطي باعتدال، اعطي باقتصاد. وأنا أسلفت بالحلقات السابقة أن الوسطية هي التي تكون تخلص الإنسان من الوقوع في الشبهات والوقوع فيما لا يحمد عقباه. من ترك القصد جار، أيضا في نهج البلاغة في وصيته للإمام الحسن عليه السلام، يعني من ترك الاعتدال جار يخرج عن الطريق. الإمام يقول لمالك: وليكن أحب الأمور إليك أوسطها في الحق. بس أنت ردت تنطي، لا تنطي بإفراط ولا تنطي تفريط،
اجتنب حدي الإفراط والتفريط. بعد وأعمها في العدل، أنت تريد تنطي مثلا 1000 دينار على سبيل الفرض، فأعطها 100، لا تعطها 10، خلي تكون بيها عمومية في العدل. بعد وأجمعها لرضا الرعية، خلي تكون جامعة لرضا جميع الناس، خلي تكون جامعة لرضا جميع الناس. الإمام سلام الله عليه يبين بعد هذه الكلمات، يقول لمالك: فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة. عادة الخاصة تطلب الامتيازات، تريد امتيازات، لأن يرون أنفسهم بأنهم أعلى طبقة من الرعية. الإمام سلام الله عليه يقول للمالك: اعتدل بالعطاء، وإن سخطت عليك الخاصة همك خلي يكون أجمعه لرضا الرعية لا لرضا خاصتك وبطانتك وأقربائك، لا، خلي يكون لرضا الشعب، جامعة لرضا الرعية. يقول للإمام: بأبي وأمي فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة. ليش؟ يقول له: إذا سخطت العامة عليك أنت كوالي، كذلك خاصتك لح تسخط عليك. يجحف يعني يذهب برضا الخاصة، عامة الناس إذا سخطت عليك لح يبعد عنك رضا الخاصة. ليش؟ لأن الناس مرتبطون بعضهم ببعض، خاصتك، أقربائك، أخوتك، عشيرتك يطلعون للشارع فيرون العامة فتحدث مشاجرات، يحدث من العامة أمور يكرهها الوالي، يسب أمام خاصتك. فبالتالي أن العامة إذا سخطت، هذا السخط مال العامة لحي يذهب الرضا الخاصة، لحي يبعد الرضا الخاصة، لأن الناس مرتبطون بعضهم ببعض، أكو من خاصتك من أقرباء العامة فيتكلمون عليك. الخاصة لما تسمع الكلام عليك من البديهي تنزعج، لأنه أنت تخصهم، إما أخوك أو ابن عمك أو ابن خالك. فإن سخط العامة يجحف برضا الخاصة. بعد وإن سخط الخاصة، الإمام يقول هذا النص: وإن سخط الخاصة يغتفر مع رضا العامة. يعني إذا سخطت الخاصة هذا السخط يغتفر، لا يؤثر مع وجود رضا العامة. إذن المهم رضا العامة للخاصة. هسه واحد يسأل يقول: شلون إذا رضت العامة وسخطت الخاصة ما يأثر على الخاصة؟ أنا أقول لك شلون. لأن الخاصة عندما تختلط بالناس وترى مدح الناس أو الرعية أو الشعب لهذا الوالي، نفسيا يطمئنون، فذلك السخط عليك يذهب.
وكله مع رضا العامة. فاصل قصير وللحديث تتمة. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم نهج البلاغة. يقول الإمام لمالك: وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء، إلى آخر الكلمات التي ذكرتها في صدر البحث. سبعة صفات يطلقها الإمام علي عليه السلام على أهل الخاصة، أي خاصة الوالي، خاصة الحاكم. الصفة الأولى يقول: وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونة في الرخاء. أهل الخاصة في الرخاء، في الأمور الفارهة، يطلبون من الوالي كثيرا، احتياجاتهم كثيرة، متطلباتهم كلش هواية أهل الخاصة. وأني سبق وإن قلت لك يرون أنفسهم فوق الناس، فأكثر الناس اللي يطلبون مؤونات من الوالي هم أهل الخاصة. الصفة الثانية التي أطلقها الإمام صلوات الله عليه على أهل الخاصة والحاشية اللي يم الوالي، يقول لمالك: وأقل معونة له في البلاء. قليلين المعونة للوالي في البلاء، في الشدائد، في المعضلات، في المشكلات، ينفرون، ينهزمون. الصفة الثالثة التي أطلقها الإمام علي عليه السلام على أهل الخاصة، البطانة، الحاشية، قائلا: وأكره للإنصاف. يكرهون الإنصاف، يكرهون العدل، ما يقبلون أن يعطون من أنفسهم، لأنهم يرون أنفسهم لهم امتيازات ولهم فضل كبير. الفضل منين جاء؟ لأنه قرايب الوالي. وأي فضل؟ هسه أي واحد خلي يكون من أقربائه عند قرار، وليكن هو في عمله وأنت في عملك، ماذا يضيف لك؟ ماذا يضيف لك؟ ليش تتجيه بغيرك؟ الإمام سلام الله عليه يقول: وأكره للإنصاف. ما يحبون الإنصاف، يرون أنفسهم فوق الرعية. أنا والطوفان من بعدي، من أنت؟ وأسأل بالإلحاف. هذه الصفة الرابعة التي أطلقها الإمام علي عليه السلام على أهل الخاصة الحاشية. إذا سألوا يكون عندهم إلحاف. الإلحاف شنو؟ يعني إلحاح، ملحة اللي يريدون. بعد: وأقل شكرا عند الإعطاء. هذه الصفة الخامسة التي أطلقها الإمام علي عليه السلام بالعهد العظيم على أهل الخاصة: قليلين الشكر عند الإعطاء، مهما يأخذون فهم قليلي الشكر. بعد: وأبطأ عذرا عند المنع.
أبطأ عذرا عند المنع. ما يعذرون الوالي إذا لم يعطيهم، بطيئين العذر. وأضعف صبرا عند ملمات الدهر، هذه الصفة السابعة التي أطلقها الإمام علي عليه السلام على أهل الخاصة الحاشية، ضعيفين الصبر عند الشدائد. فإذا تعرضت البلاد إلى مكروه أو إلى شدة، هؤلاء ضعيفين بالصبر عند ملمات الدهر، عند شدائد الدهر. فهذه الصفات السبعة أطلقها الإمام علي عليه السلام على أهل الخاصة، يحذر الوالي، يقول له هؤلاء صفاتهم، فخلي يكونون بعيدين عنك، لأنه أولا يطلبون هواية بالرخاء، بعدين قليلين المعونة بالبلاء، الإنصاف يكرهوا، إذا سئلوا ويسئلون بإلحاح، قليلين الشكر إذا يأخذون، بطيئين العذر إذا يمنعون، ضعيفين الصبر عند ملمات الدهر. وفعلا أحقق هؤلاء هي الصفات اللي تجدها فيهم، ويرون أنفسهم فوق الناس. وعندنا أيضا موجود في العهد لمالك الإمام سلام الله عليه يقول له: ثم إن للوالي خاصة وبطانة فيهم استئثار وتطاول، استئثار بالمال، استبداد يعني بالمال، تطاول على الناس. وأيضا عندنا موجود في نهج البلاغة يقول الإمام صلوات الله عليه: من نال استطال، من نال السلطان الحكم استطال على الناس، يقول ما يحترم الناس، يتبجح عليهم، يقول أنا فوقكم. الإمام يقول له فيهم استئثار وتطاول وقلة إنصاف في معاملة، وقلة إنصاف في معاملة، ما عندهم إنصاف في المعاملات مع الآخرين. يعالج ذلك بأبي وأمي، يقول له فاحسم، اقطع مادة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال. شنو يعني الأسباب التي تؤدي بهم إلى الاستبداد بالمال، إلى التطاول على الآخرين؟ اقطعها لهذه الأسباب. أعود، الإمام بعد ما بيّن صفات الخاصة السبعة قال لمالك: وإنما عمود الدين، وإنما عمود الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء، يعني العدة اللي هيئها الوالي للأعداء إذا تعرضت بلاده إلى الخطر، من هم؟ يقول الإمام لمالك: العامة من الأمة، الشعب، الرعية، فليكن صغوك لهم وميلك معهم، يعني إصغائك إلهم وميلك معهم. شلون يكون صغوك إلهم وميلك معهم؟ بالاختلاط معهم، بقضاء حوائجهم، بترتيب شؤونهم، بعدم احتياجهم لشيء. خل أقرأ لك النص: وإنما عمود الدين
وجماع المسلمين يعني ومجموعة المسلمين، وإنما عمود الدين وجماع المسلمين، والعدة للأعداء العامة من الأمة، فليكن صغوك لهم وميلك معهم. على أمل اللقاء في برنامجكم نهج البلاغة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.